واضح ان زيارة حلوة، يعني زيارة كمان متنوعة، الازهر، مدرسة من المدارس التكنولوجية، طبعا المنطقة الاثرية بتاعت اهرامات الجيزة، زيارة جيدة جدا جدا، واعتقد انه رسالة الزيارة كمان كويسة قوي. احنا تابعنا يمكن من اليوم الاول لزيارة جيل بايدن، وده يمكن كان يوم التاني، وغادرت القاهرة. حرصت الحقيقة جيل بايدن زي ما حضراتكم شايفين يمكن في التقرير على التقاط الصور التذكارية بتاعتها، سواء إذا كان في الأزهر أو في المنطقة الأثرية أو في المدرسة اللي كمان كتبت لهم يعني واضح كلمة أو وقعت باسمها في واحدة من اللوحات اللي موجودة داخل أحد الفصول. جيل بايدن كمان في هذه الزيارة أعربت عن سعادتها بزيارتها للقاهرة وإعجابها الشديد بأهرامات الجيزة وأبو الهول. في نهاية الزيارة قدم وزير السياحة لقرينة الرئيس الأمريكي هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ رابليكا زي ما بنقول لواحدة من القلادات الفرعونية، طبعا وده بمناسبة الزيارة اللي بتتزامن مع ذكرى ميلادها هي في يوم 3/6. معانا على التليفون دكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحضرتك يا دكتور كنت موجود في الزيارة دي. مساء الخير يا استاذ يوسف، مساء الفل. مساء الخير للساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. مساء الفل. دكتور مصطفى احكي لنا على الزياره، واكيد دار حديث ما بين حضرتك وما بين جيل بايدن. احاديث كثيره جدا. احاديث يا بختك. طيب قول لنا. الزياره كان المتوقع انها تبدا الساعه 8. حلو. والمفروض انها 45 دقيقه طبقا للي احنا اتفقنا عليه. ولكن الحقيقه الزياره استغرقت اكثر من ساعه وربع، من 8 ل 9 وربع تقريبا او 9 وثلث، نتيجه استمتاعها واسئلتها والجوله الجميله والصور التذكاريه، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت البدايه ظهر البدايه بدات الزياره بابو الهول. ابتدينا نتكلم على ابو الهول، ابتدينا نتكلم عن طريقه نحت المنظر الجميل ده لابو الهول من محجر الحجر الجيري ككتله واحده. أيوة. قلت لها طبعا الكلام اللي كان بيتقال انه في غرف سريه تحت ابو الهول، لا الكلام ده كله عاري تماما عن صحه. عملنا فتحات واستكشافات حوالينه، ما فيش ابدا اي غرفه تحت ابو الهول. اتكلمنا عن التعاون المشترك ما بين مصر وامريكا في شتى المجالات في الاثار، سواء الحفائر، الترميم، خفض منسوب المياه الجوفيه. طلعنا بعد كده على الهرم، اتكلمنا على الهرم، بناء الهرم، كم بلوك استخدمه المصري القديم، مداخل الاهرامات، عدد الاهرامات في مصر، العجيبه الوحيده المتبقيه من عجائب الدنيا السبع. طلعنا بعد كده على البانوراما، صور تذكاريه جميله لدرجه ان حتى كانت موبايلها بتديل احد الساده والواقفين عشان يصورها بالموبايل الشخصي بتاعها. كتبت تويته رائعه جدا جدا جدا. صحيح. قالت انه من اروع ما يكون ان ابدا يومي بزياره اهرامات الجيزه. كانت زياره فعلا 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 رائعه. من ضمن اسئلتها الجميله كانت بتسال على المتحف المصري الكبير، هو مكانه فين؟ قلنا لها ده على بعد بضع دقائق من منطقه اثار الاهرامات، واستغلت الفرصه قعدت تتكلم بره عن المتحف المصري الكبير وحجمه وكم قطع اثريه تبقى معروضه فيه واثار توت عنخ امون. اتكلمنا انه زياره يوم ولا يومين في القاهره طبعا مش هي دي الاثار، مش كافيه لزياره اثار مصر. قالت حتى لو 10 ايام فطبعا يعني مش كافيه. اتكلمنا على انه اثار ممتده جنوبا من ابو سمبل ثم اسوان ثم الاقصر ثم مصر الوسطى ثم القاهره، ووجه بحري ومتاحف كتير جدا ممكن تتزار. اتكلمنا على كل حاجه ممكنه عن الاكتشافات الاثريه. قالت هي كل اللي تم اكتشافه، قلنا لها لا طبعا ده هناك العديد والعديد والعديد من الاثار التي لم تكتشف. الدليل ان احنا كل شهر بنعلن عن اكتشاف جديد. لا كانت مستمتعة بجد يا أستاذ يوسف بهذه الزيارة بشكل غير عادي ولله الحمد. طبعا كل صحف العالم بتتكلم على زيارتها، طبعا لها مردود، الحكاية دي مردود سياحي مهم جدا جدا جدا. كنت لسه هسألك يا دكتور على مردود الزيارة دي على المستوى السياحي، يبقى حجمه عامل إيه؟ يعني جيل بايدن كانت موجودة، فطبعا كل العالم هيتكلم. السياحة طبعا لو اتكلمنا بصفة خاصة على أمريكا طبعا، صفة عامة على أوروبا والعالم كله مما لا شك فيه، الكل بيتابع صفحتها، بيتابع كل صحف العالم من أشهر مجلات وصحف العالم كلها كانت بتتكلم على هذه الزيارة. الزيارة لمصر تتواكب مع عيد ميلادها، تحتفل بعيد ميلادها ما بين أحضان أبو الهول وما بين
امام الاهرامات. لا 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 الحقيقه كان ليها فيدباك مهم جدا، لو صرفنا بقول لحضرتك ملايين الدولارات عشان نعمل الدعايه دي، لا زيارتها دي كانت تعدي الحقيقه كل اللي احنا كنا ممكن نعمله عشان ننشط الحركه السياحيه. دكتور مصطفى اكيد عارف اكيد انه حد تاني ممكن يبقى جاي قريب، ما ما ما, ما تدلنا ولو تلميحه بسيطه مين جاي قريب تاني يا دكتور؟ لا احنا نتكلم على بكره مش قريب، نتكلم على بكره خير وبركه. عندنا افتتاح مهم جدا 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 لمسجد الظاهر بيبرز. الله، طبعا ده توقف العمل فيه يعني في احداث 2011 بعد ما بدانا من فتره. طبعا كان بالاشتراك مع الجانب الكازاخستاني. استؤنف العمل في 2018 الحمد لله، كان مجلس اعلى اثار كوزاره الاثار احنا دفعنا يعني مبالغ كبيره جدا للترميم المعماري والدقيق. فبكره باذن الله تعالى سيتم افتتاح هذا المتحف، هذا المسجد، طبعا في تشريف وحضور فضيله الامام الاكبر بإذن الله، وزير السياحه والاثار، وزير الاوقاف، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني، سفير كازاخستان، رئيس جامعه الازهر. لا هيبقى يوم جميل جدا جدا جدا، وعارفين طبعا قصه الظاهر بيبرس وقصه هذا المسجد الجميل جدا. طيب ان شاء الله هيفتتح بكره. انا هستغل الفرصه حتى نقطع شك بيقين، حضرتك اكيد متابع كم الكلام بتاع شائعات جوفاء يعني لا تغني ولا تسمن من جوع عن انه مصر بتهمل الاثار الاسلاميه، ده مصر مش عارف هتهد مساجد آل البيت، ده كل الكلام ده. انا هسمع من دكتور مصطفى وزير الامين العام للمجلس الاعلى للاثار في اغنى دوله بالاثار في العالم. طيب في الحاله دي انا محتاج يعني 3-4 دقائق كده متصله اوصل رساله مهمه جدا 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 لاهالينا. ارجوك. واحد الدوله المصريه تهتم بقيادتها، وطبعا طبعا طبعا على راس هذه المنظومه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي يولي اهتمام كبير جدا بمناطقنا الاثريه سواء المصريه القديمه أو الإسلامية وعلى مستوى الجمهورية. صحيح. فباقي الوزارات تهتم تماما، وخير دليل هناك قطار يسمى القطار السريع اللي بيطلع من أكتوبر لغاية لما يوصل أسوان. ده بينشط الحركة السياحية ولينا إحنا كمصريين والصعايدة واللي مسافر هنا واللي هنا واللي هنا. جه عند منطقة سوهاج، أنا أحب أستغل هذه الفرصة وأشكر معالي وزير النقل الفريق طبعاً. كامل وزير طبعا اللي عمله غير مسار القطار السريع عشان يبعد عن سوهاج، وخاصة في منطقة أثرية مهمة جدا تسمى منطقة أم الجعاد، فيها مقابر من الأسرة الأولى والثانية. فغير المسار، طبعا تغيير المسار ويلف لفة كبيرة تكلفة. في مجهود أكبر وفي تكلفة في كل حاجة طبعا. دي حاجة. نيجي نتكلم على الآثار الإسلامية وكلمة الناس اللي بيدعوا خطأ أن هناك هدم الآثار. أنا بقولها وبأكد عليها تاني، والله العظيم لم يمس أثر مسجل لدى المجلس الأعلى للآثار بسوء. دي نمرة واحد. حلو. نمرة اتنين، اهتمام غير مسبوق بكل المناطق الأثرية والمقاهرة التاريخية سواء كان من فخامة الرئيس أو من دولة رئيس الوزراء أو من معالي وزير الإسكان أو من هيئة المجتمعات العمرانية. وخير دليل نتفرج على المنطقة بتاعة عين الصيرة والعشوائيات اللي كانت موجودة، البحيرة دي اللي كانت بتلقى فيها كل المخلفات وكان فيها نتفرج عليها دلوقتي ونتفرج على جمالها. الدولة المصرية اللي تهتم بالمواطن المصري وتهتم بما يسمى حياة كريمة. صحيح. وأقول لك على حاجة ثانية يا أستاذ يوسف، لما يبدأ حياة كريمة في وجه بحري وفي الصعيد، أنا هتكلم كابن من أبناء الصعيد، إن في بعض القرى لم تصلها مية نظيفة في حياتها، كانوا بيقفوا بالجراكن عشان يشتروا المية وعشان يوصل لها صرف صحي. أثناء أعمال الحفائر بعض أحيان في مناطق تظهر إلى حد ما بقايا أثرية، يتوقف العمل تماما ويتم استدعاء مفتشي الآثار في المنطقة ويقوموا يساعدوهم الناس اللي بتشتغل في هذا المكان. إذا كان أثر ثابت فبتغير هذا المسار، إذا كان أثر منقول فطبقا للقانون بيتم رفعه. نيجي نتكلم تاني، المقابر، هل هناك تدبير لمقابر أثرية؟
لا لا لا، هناك اهتمام بالمناطق الأثرية تماما على مستوى الجمهورية، وأنا بشكر تاني كل من هو بيهتم بهذه المناطق الأثرية، سواء وزارات المعنية، سواء دولة رئيس الوزراء، وعلى رأس المنظومة دي كلها فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي مما لا شك فيه. بس أنا أطلب من أهالينا ومن شعبنا، لو سمحتوا تبينوا قبل ما تتكلموا، بلاش كلمة الاستقواء بالخارج، بلاش الناس اللي بتبعت بره بتقول معلومات مضللة. دي بتفكرني بقصة مهمة جدا يا أستاذ يوسف، إنه في ناس بعينها وهم مرصودين، دول أعداء البلد. إحنا البلد دي بلدنا، ومش هنقدر ناخد أهالينا وناخد أسرنا وأولادنا ونروح نعيش في حتة تانية. إحنا جزء من هذا البلد، هنعيش فيه وهنموت فيه مما لا شك فيه. الناس بقى اللي بتستقوي بالخارج وترسم معلومات خاطئة، من 3 سنين جات لنا مديرة عام اليونسكو وجات في زيارة واستحضتها إلى محافظة الأقصر، ودخلنا على معابد الكرة، وقالت لي يا مصطفى أنا عايز أشوف اللي أنتوا بتعملوه في الكباش. وريتها الشغل اللي عملناه في الكباش داخل معابد الكرنك، والله العظيم قالت شابو، وبعتت جواب شكر موجود عندنا في وزارة السياحة والآثار، إن على اللي إحنا بنهتم بيه واللي عملناه واللي عملناه واللي عملناه. وريتها قد إيه الترميم الخاطئ اللي كان من سبعينات القرن الماضي، بس كانت فيها ظروفها ساعتها دي، بالأسمنت الأسود والجبس والطوب الأحمر وإلى آخره. ورينا لها قد ايه ان احنا بنهتم باثارنا مما لا شك فيه. الاثار والتماثيل الخاصه بالملك رمسيس II اللي قدام معبد الاقصر اللي كانت متدمره من 1500 سنه، قد ايه المجلس الاعلى للاثار بابنائه قمنا بترميم هذه التماثيل وعودتها لمكانها كما كانت عند المصري القديم. قد ايه اهتمام المجلس الاعلى للاثار والدوله المصريه باثارنا مره ثانيه وكررها. كان في عباره عن 11 مسله متكسره من اكثر من 1000 سنه ملقاة على الأرض في منطقة دان الحجر في الشرقية، قمنا بترميم هذه المسلات ونصبنا 4 في صان الحجر، 2 قدام متحفنا في العاصمة الإدارية، مسلة موجودة في ميدان التحرير وكان شاهد كبير جدا أثناء ما كنا بننقل موكب المومياوات الملكية والكل كان بيتغنى في هذا الحدث. المسلة المعلقة اللي موجودة في المتحف المصري الكبير، كل المسلات دي كانت متكسرة 6 حتت و4 حتت و5 حتت و9 حتت، والحمد لله بنهتم تماما 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 باثارنا على مستوى الجمهوريه. فليهتم باثاره، لا يمكن يفرط فيها ولا يدمرها ولا يكسرها. ودي رساله مهمه جدا، لو سمحتوا يا شعب يا مصري، لو سمحتوا اديكم شايفين اهتمامنا، فتحنا لمتاحف جديده، الزيارات المتكرره سواء كان من فخامه رئيس الجمهوريه او من دوله رئيس الوزراء اللي النهارده الصبح كان بيزور ويتفقد المتحف اليوناني الروماني في الاسكندريه عشان قرب الافتتاح. مش ممكن حد بهذه الصفات يهتم بمناطقنا الاثريه وبالمتاحف والمواقع الاثريه يوم او يسمح بتدمير او 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 او. صحيح. ده واضح تماما على مستوى الجمهوريه التطوير اللي بيحصل. اتفرجوا اللي معدي في صلاح سالم، شوفوا التطوير اللي بيحصل في منطقه القلعه، بتكلم على اللاندسكيب اللي من بره، الرديم اللي كان ملقى لفترات كبيره جدا. شوف قد ايه دلوقتي اهتمام الدوله المصريه ان احنا بنهتم بهذا المكان وبنرفع كفاءته بشكل غير عادي عشان يبقى على اعلى مستوى. نتفرج على منطقة آثار الأهرامات، وقريبا جدا إن شاء الله هيتم منع الأوتوبيسات، وهيبقى بس خلال 4 أشهر، وهيبقى الدخول بس بالأوتوبيسات صديقة البيئة اللي شغالة بالبطاقة أو بالكهرباء عشان خاطر عوادم السيارات. دلوقتي كل الأوتوبيسات ومنذ عشرات السنوات بتقف قدام الهرم على بعد أمتار من الهرم، بيخلي العربية شغالة عشان التكييف، بيخلي العوادم بتاعت الاوتوبيسات طالعه، وكل ده بيأثر سلبا. لكن طبعا ان شاء الله قريبا هيبقى المدخل من ناحيه الفيوم، يتوقف السائح بره مركز الزوار، يعدي بمركز الزوار هيلاقي اشرز، هيلاقي حاجه على اعلى مستوى، ثم يركب الاوتوبيسات في اماكن مخصصه للتريض، في اماكن مخصصه اللي عايز الاوتوبيس طالع على خوف وطالع على خفره، طالع على منكوره، طالع على البانوراما، طالع على 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 ابو الهول. لا لا لا، في تطور غير عادي. هناك ممشى بيتعمل على اعلى مستوى للربط ما بين المتحف الكبير ما بين منطقه اثار الاهرامات، التطوير اللي بتشهده منطقه الاهرامات وحواليها، ازاله العشوائيات اللي بتتم على مستوى الجمهوريه، كل الجمهوريه ده صحيح برنامج حياه كريمه. والله العظيم يا استاذ يوسف، بس احنا للاسف احنا بننسى حياه كريمه. شوف حياه كريمه الناس اللي بتتم احنا علشان عايشين على اعلى مستوى. علشان عايشين في وسط الدنيا دكتور، فاحنا يمكن أيوة. ايه اتعودنا وبقيناش بناخد بالنا. اللي بيجي من بره
وشاف مصر قبل كده هو ده اللي عارف الفرق واللي بيلاحظه بقوة يعني. أشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.